السلام عليكم الإخوان. اليوم إن شاء الله الدرس ديالنا غادي يكون على مخطط المؤقت الزمني للأضواء الداخلية للسيارة أو الأضواء الخارجية. يعني هاد المفتاح نعتبره هو اللي كاين في الباب ديال السائق، يعني فاش تنفتحو كأننا ضغطنا على هاد الزر تيشتغل عندنا مثلا المصباح الداخلي للسيارة، فاش تنغلقو الباب تيبقى مشتغل عندنا لواحد المدة زمنية معينة اللي هي تترتبط بالقيمة ديال هاد المكتف أو القيمة ديال واحد المقاومة اللي غادي نشوفوها من بعد باستعمال واحد العلاقة. يعني أنا المدة الزمنية تقريبا 4 ثواني، القيمة ديال هاد المكتف 200 ميكرو فاراد، 220. إلى درنا هاد المكتف للقيمة ديالو 470 ميكرو فاراد، المدة الزمنية غادي تولي الضعف اللي هي تقريبا 8 ثواني. كاين عندنا المكتف اللي القيمة ديالو 1000 ميكرو فاراد، هاد المكتف تقريبا يقدر يبقى مشتغل عندنا واحد المدة زمنية اللي تتعدى 15 ثانية. تقريبا 18 ثانية. المخطط ديالنا هو على هذا الشكل، تتكون من ريلي 4 الأقطاب أو 5 الأقطاب، ترانزستور من نوع PNP أو ممكن استعمال NPN بواحد الدائرة أخرى غنقدر نخليها لكم من بعد في آخر الفيديو. هاد جوج مقاومات وهاد المكتف اللي مرتبطين على التوازي اللي هما تيقومون بالدور ديال الشاحن والتفريغ وفي نفس الوقت الحماية ديال هاد القاعدة ديال هاد الترانزستور. هاد الطيود هذا الحماية تاع الترانزستور من الجهد العكسي المتولد في هاد الملف. قبل ما نبداو التجربة ديالنا غنشوفو تذكير نبدا عمل هاد الريلي ونبدا عمل هاد الترانزستور باش نفهمو التجربة مزيان. عندنا هاد القطب 30 هو مدخل الكهرباء مباشرة من موجب البطارية عبر مصهر، يعني كهرباء دائمة. تيكون عندنا كونتاكت بين 30 و 87 A. عند تطبيق جهد على أطراف هاد الملف 85 و 86 تيولي عندنا كونتاكت بين 30 و 87 اللي مرتبط لينا بالموجب المصباح والسالب المصباح مرتبط بالسالب الدائرة وبالتالي اشتغال المصباح. باش نطبقو هاد الجهد على أطراف هاد الملف، هاد الطرف هو مرتبط فيه السالب، هاد الطرف خصو يحصل على الموجب. منين تيحصل على الموجب؟ عن طريق هاد الترانزستور اللي تيقوم لينا بالدور ديال المفتاح. يعني عندنا هاد القطب الإيميتور والقطب الكوليكتور، يعني البعيد والمجمع، ما كاينش بيناتهم توصيل حتى تنطبقوا واحد الجهد على هاد القاعدة. ملي تنطبقوا هاد الجهد بواحد التيار بسيط تيولي عندنا كونتاكت بين القطب او اللي هو الإيميتور البعيد والكوليكتور اللي هو المجمع، وبالتالي تولي عندنا موجب وهنا سالب. تشتغل لينا هذا الريلي تولي عندنا كونتاكت بين 30 و 87، يعني اشتغال المصباح. هذا الجهد اللي تنطبقوا على هذه القاعدة خصو يكون جهد سالب، حيت هذا الترانزستور من نوع PNP، يعني N يعني جهد سالب نيجاتيف. هذه هي القاطعة اللي كاين عندنا في الباب ديال السائق. مثلا فاش تنفتحوا الباب كأننا ضغطنا على هذا الزر، يعني تتكتمل عندنا الدائرة، الموجب من هنا والسالب من هنا. يعني تطبيق جهد على هذه القاعدة اللي تفتح لنا المسار بين الإيميتور والكوليكتور اللي تشغل لنا بدوره هذا الريلي اللي تشغل لنا بدوره هذا المصباح. في نفس الوقت هذا المكتف تيكون تيتشحن، يعني فاش تنغلقوا الباب كأننا فتحنا، يعني ما تيبقاش توصيل، ما تتكتملش الدائرة. هاد المكتف هو اللي تولي تيقوم لينا بالدور ديال البطارية. يعني كي قلنا هاد القاعدة تحتاج واحد الجهد سالب، يعني هاد الجهد تيجينا عبر هاد المقاومة R2 لهنا، وبالتالي تيبقى
المسار مفتوح بين البعيد والمجمع اللي تيخلي لنا الدري اللي مشتغله واللي بدوراته تخلي لينا المصباح مشتغل لواحد المده زمنيه معينه. بالنسبه للقيم ديال الترانزستور كيفاش خصنا نختاروها، هذا الترانزستور تيمر من واحد الطيار قلنا من الاميتور للكوليكتور في وسط هذا الملف باش نحسبوا شده التيار اللي خصاتنا ندوز لنا في هذا الملف. تنحسبوها باستعمال الافوميتر اللي غنوضعوا على تدريج الاوم مثلا 200، ونحسبوا المقاومة بين أطراف هذا الملف اللي هي تقريبا 90 أو 100. يعني إلى جينا استعملنا العلاقة القانون أوم اللي هو الجهد تساوي شدة التيار في المقاومة، يعني شدة التيار تساوي لنا الجهد على المقاومة. الجهد هو 12 فولت، المقاومة قلنا هي 70 أو 90، يعني تعطينا واحد شدة التيار 170 ملي أمبير حتى 200 ملي أمبير. يعني هاد الترانزستور خصو يتحمل لينا شدة التيار بين الإيميتور والكوليكتور تتوصل ل 200 ملي أمبير أو أكثر. بالنسبة لهاد الترانزستور اللي استعملنا حنايا من نوع B772 PNP اللي هو الجهد بين الإيميتور والبيز ناقص 5 فولت، الجهد بين الكوليكتور والبيز ناقص 40 فولت، والجهد بين الكوليكتور والإيميتور ناقص 30 فولت، وشدة التيار اللي تتمر لينا من الإيميتور للكوليكتور لهاد الملف تتوصل ناقص 3 أمبير. يعني احنا محتاجين 200 ملي أمبير. بالنسبة لهذا الطيود هذا القيمة ديالو تتكون ما بين 4001 ولا 4007. عند اشتغال هاد الترانزستور تيشتغل عندنا هاد الملف تاع الريلي، تيكون عندنا اتجاه التيار في هاد الاتجاه. عند توقف الريلي تتولد لنا واحد الجهد عكسي اللي يقدر يرجع لينا في وسط هذا الملف ويخرب لينا هاد الترانزستور. لذلك تنديروا له هاد المسار تاع الدايود عوض ما يرجع في وسط الملف، تيرجع لينا من هنايا عبر هاد الدايود وتفرغ في وسط هاد الملف في نفسه، وبالتالي تنحميو هاد الترانزستور من التلف. المدة الزمنية تنحسبوها باستعمال العلاقة تي بسوكوند تتساوي لينا 5 في أغ بالأوم، يعني المقاومة هاد المقاومة في السعة ديال المكتف بالفرد. في حالات كانت عندنا هاد المقاومة كبيرة الزمن ديال الشاحن والتفريغ تيكون كبير. كذلك بالنسبة لهاد المكتف كلما كانت السعة ديالو كبيرة كيف شفنا في التجربة كلما كان الزمن ديال التفريغ اكبر، يعني تيبقى عندنا هذا المصباح مشتغل لواحد المده كبيره. الزمن اللي هو بالسكوند بالثانيه اغ بالاوم، يعني 3.2 كيلو تنحولها للاوم تعطينا 3200 اوم. وبالنسبه للقيمه ديال المكتف اللي هي 1000 ميكرو فاراد خصنا نحولها للفاراد تنضربها في 10 أس ناقص 6. وكي لاحظنا يعني بالنسبه للمكتف 220 ميكرو فاراد تيعطينا 4 ثواني تاع التشغيل، بالنسبه ل 470 ميكرو فاراد تيعطينا 8 ثواني التشغيل، بالنسبه ل 1000 ميكرو فاراد تيعطينا 16 ثانيه او 15 ديال التشغيل. في حاله استعمال المكتف ديال 1000 ميكرو فاراد نشوفوا نظريا باستعمال هذه العلاقه تي تتساوي 5 اغ سي، وتطبيقيا في التجربه يعني هكا اشتغل. فاش غادي نرفعوا الاصبع ديالنا على القاطعه غادي نبداو الحساب. تقريبا 17 ثانية، يعني باستعمال العلاقة تتعطينا تقريبا 15 ثانية، يعني تقريبا نفس الشيء. إلى خلينا هذا المكتف وضفنا مكتف آخر تاع 220 ميكرو فاراد تقريبا 22 ثانية.
يعني تلاحظوا كلما زدنا القيمة ديال المكتف، يعني سعة المكتف، كلما الزمن ديال التفريغ كان عندنا أكبر. ونفس الشيء بالنسبة لهذه المقاومة، يعني ممكن نبدلو نديرو هذه المقاومة 10 كيلو هنا و 3.2 نديروها هنا، وبالتالي غادي يولي عندنا الزمن ديال التفريغ أكبر. نكتفي بهذا القدر، شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.